خط الشعر الامامي لواحد درجه الصلع بتاعته 1 و2 درجه الصلع 7. طبعا كنا محتاجين نعرف نحضر درجات الصلع. تمام، درجات الصلع من 1 ل7. هل خط الشعر الامامي لواحد درجة صلع عنده الثابتة هتبقى مثلا درجة 2، لا هو الدرجة خط الشعر الأمامي بتاع درجة 7؟ طبعا لا. ليه؟ عشان أولا أنا بقى يعني الكلاين جالي أنا بشوف المنطقة المرحة بتاعته قد إيه، هطلع تقريبا شعر قد إيه، وببقى عارف الرسمة اللي أنا هعملها له. طيب خط الشعر الأمامي هرسمه إزاي؟ ده أول حاجة بتترسم في مقاييس معينة للجبهة، يعني المفروض احنا وشنا لو حد مش اصلع ثلاث اتلات زيك انت كده، انت مع يعني انت لو شعرك رجع لورا سنتي او 2 سنتي هرجع حضرتك لنفس الشكل الطبيعي بتاعك. ليه؟ الشعر الطبيعي عندك او المنطقه المرحه عندك كويسه، وهقدر ارسم لك الشكل الطبيعي اللي حضرتك هتعيش بيه العمر كله. طيب واحد تاني لا درجه 7 لا هرجع بخط الشعر ورا شويه، ما ينفعش اعمل له التند لقدام، ما هو انا لو انا بدات هنا والشعر وقف هنا كل ده صلع، ده مش شكل طبيعي. بيحكمنا منطقه المنحه طبعا لسه بنتكلم فيها طبعا. ساعتها لازم برجع بخط الشعر ورا شويه، والسبعات ما بقفلهاش، بفتحها شويه على حسب برضو المقاييس بتاعه وش حضرتك ودرجه الصلع بتاعك. ماشي، طيب اتفقنا على ان مكان خط الشعر الامامي بيختلف من حاله لحاله. طيب وانا بعمل بقى انسيرشن هنعمل، فاكر احنا كنا بنتكلم شويه ان احنا الجرافتات بتبقى مونوهات واتنينات وتلاتات؟ صح. طيب احنا بنبدا بالخطوط الاماميه بايه؟ بالمونوهات. طيب هحطهم ازاي جنب بعض؟ ارسمهم بالظبط، ربنا ما خلقناش كده. طيب احنا عايز اقول لك حاجه، دي من الحاجات اللي هي الليرنينج كيرف بتاعنا زاد. لما احنا الاول بيحصل هو الدول هير ده او الشعر اول العريصة. حاجه خالص ما هو دي حاجات احنا بنقراها وحاجات بنتجنبها من اللي قبلينا، وفي حاجات احنا اكتسبناها بالخبره. بمعنى يعني احنا في الاول لما جينا بدانا، انا بقول لك من سنه 2006 كنا فعلا الشعر كان بيتحط بس بيطلع مسطره، والناس كانت بتبقى مبسوطه. ليه؟ ما هو ما فيش غير ده. لا طب دلوقتي ما فيش حد ربنا خلقه خط بخط مستقيم كده، الموضوع بيبقى فيك. طب نعمل ايه؟ طب ما نلخبط الخط شويه، نعمله عشوائيه منتظمه. راندوم بالظبط، يبقى راندمايز. لا احنا بنتكلم عربي بقى عشوائيه. يبقى الشعر يبقى راندوم، يعني انا عملت الخط بس جيت مثلا كل مثلا كنت كل 2 سنتي بقوم ملخبط حاجه، 2 سنتي اطلع وانزل 2 سنتي، فبقت ساعتها عشوائيه منتظمه. لقيت الشكل بقى احسن، بس مش برضو مش احسن حاجه، مش البرفكت. طب ما تيجي نجرب نعملها بقى عشوائيه غير منتظمه، اللي هو هنلخبط خلاص، نروح للطبيعيه. الطبيعيه طلعت الشكل فيري ناتشرال، شكل طبيعي جدا. خط الشعر بقى يعني ما صعب قوي انك تعرف ما تفرقوش عن الطبيعي. اوكي، واللي ساعدنا على كده كمان الدايركشن. يعني مثلا انت دلوقتي يعني تخيل كده معايا ان انا بيشنت وبزرع، في هنا حد قاعد هنا بيزرع لي بايده اليمين، يعني هزرع الجنب اليمين بايده اليمين. تمام. طب لما اجي ازرع هو قاعد هنا، لما يجي يزرع هنا لو بايده اليمين هتبقى صعبه شويه، انما لو بيزرع وهو قاعد كده الشمال اسهل. تعرف ان انا في التيم عندي في ناس حد اشول؟ اشول فعلا، لازم حد اشول انا بجيبه عشان يشتغل الحته دي بالذات. ودي بيبقى احنا دايما اليمين اكتر، فدايما دي من ضمن الحاجات اللي هي بيشتغل بايده الشمال او اشول بتجيب نتائج هايله، او خلاص هو للجزئيه دي. بمعنى ان انا هقول مثلا في منطقه يعني فتره الزرع بتبقى او كميه الزرع اللي بنزرعه احنا متفقين احنا عايزين نعمل العمليه بسرعه، فلازم كل واحد بيزرع منطقه معينه بشكل احترافي وبسرعه عشان الكل، يعني بدل ما انا ازرع 2500 جرافت لوحدي، لا انا هزرع 500 وده 500 و500 و500، وصلنا في الاخر او 1000 و1000 وصلنا في الاخر ان احنا اختصرنا وقت العمليه. الدايركشن بتاع الشعر مهم عشان سوري احنا قلنا الدايركشن، طب الزاويه ازرعها يعني تبقى 30 40 50 90 فين؟ كل الكلام ده جاست بخط الشعر الامامي.